قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. قدرة الله على البعث والحشر. الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات حسية متعددة، ولكن أهم معجزة هي هذا القرآن الذي تحداهم بأن كانوا إذا كانوا يرون أن هذا القرآن ليس من عند الله وهو صلى محمد فليعملوا وليأتوا مثل هذا القرآن، فعجزوا. وجاء الإعجاز العلمي في هذا القرآن والإعجاز البياني، ووجه القرآن أنظار الناس إلى البشرية ليشعروا بإعمال عقلهم أن هذا القرآن هو حق من عند الله. ثم أخبر القرآن بأركان الإيمان، وأن من أهم أركان الإيمان البعث والحساب في اليوم الآخر. فمن أنكر الحساب في اليوم الآخر معنى ذلك أنه أنكر الإسلام كله، لأنه لا مسؤولية، يفعل ما يشاء، يستوي المجرم والجيد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. لا يمكن لعاقل أن يجعل المجرم مثل المتقي الجيد، إلا لهؤلاء المجرمين في القرن العشرين الذين يزعمون أن الذين يحكموننا وهم من عملائهم يتسلطون على رقابنا أنهم جماعة جيدين وأنهم دولة وأنهم نظام ولا يحق أن يتدخلوا بشؤونها، وهم يعلمون ويكذبون وينحرفون، يعلمون أن هؤلاء ليسوا نظاما، إنما هم مجموعة من الإرهابيين الذين يرهبون الناس حتى يخضعونهم إلى سلطانهم عن طريق ما يسمونه أمنا، وهو الظلم والتعذيب والقتل إلى آخره. لا نريد أن نخوض متوسعين في هذا الأمر، ولكن الأصل أيها الإخوة، إذا لم يكن هناك مسؤولية معنى ذلك أن الإنسان لا يبقى لا حساب ولا جزاء، يفعل ما يشاء، يتسلط على الآخرين. تسلط الحيوانات بعضهم على بعض بالافتراس، يفترس الحيوان فريسته ثم يشبع وينتهي، ويخلق الله له من فرائس أخرى. أما الإنسان أيها الإخوة، إذا خرج عن المنطق والعقل والإنسانية فهو أسوأ من أسوأ حيوانات الدنيا، لأنه بالنسبة للعدوان على أعراض الناس لا يكتفي بالعدوان على عرض أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس. بالنسبة للعدوان على أموال الناس، وجد في مجتمعنا وفي بعض المجتمعات الأخرى التي تشابه بلادنا في سوريا من تسلط على أموال الناس بأساليب خبيثة، فكان من درجة الصفر لا يملك شيء، أصبح يملك المليارات المليارات، له في أوروبا الطائرات والباخرات والكذا. من أين جاء بها هذا المجرم؟ امتصوا دماء أبنائنا وعرق جبينهم وأخذوا أموالنا، ثم بعد ذلك يقتلوننا ويذهب الأمر هكذا؟ لا، إن ذهب في الدنيا فلن يذهب في الآخرة، بيّن هذا القرآن. ولكن عندما يفلس أعداء الحق في تشكيك الناس في هذا الدين وفي هذا الإيمان، يشككون في البعث والحساب. بعد ما واحد بده يصير تراب بيرجع يصير بني آدم؟ في هذه الآيات يثبت الله لهم علميا ومنطقيا أن الذي خلق هذه الكائنات يستطيع أن يعيدها،
كما جاء في آية أخرى مختصرا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون من الإيجاد الأول، وله المثل الأعلى. هذا بالنسبة لكم وعقولكم وإمكاناتكم المحدودة، أما إمكانية الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا يحتاج لصعوبات حتى يعيد الخلق من جديد. يقول الله تبارك وتعالى مبينا قدرته على البعث والحشر، ويقول الإنسان، يعني الإنسان الجاحد الذي يريد أن يتهرب من المسؤولية بين يدي الله. وإذا تهرب من المسؤولية بين يدي الله، هل فعلا نجا؟ لا، إنما يستر جهله بإنكاره ويظن أنه على شيء. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. يقول الإنسان، أي الإنسان الكافر المنكر لليوم الآخر والحساب بين يدي الله تبارك وتعالى، أإذا ما مت، سؤال إنكاري ينكر ذلك، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا بعد ما أموت وأكون بليت وأصبحت تراب، أعود من قبري حيا أرجع إلى الحياة الأولى كما كنت؟ أولا يذكر الإنسان، طبعا بيّن الله في القرآن المعجز الذي يدل من عند أنه من عند الخالق، بيّن أنه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، يعني سيرجع الإنسان بشخصيته وببنانه الذي فيه الخطوط التي يسمونها البصمات، سيعود ببصمته وهويته وشخصيته، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. فربنا تبارك وتعالى يذكر الإنسان بخلقه الأول، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لم يك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أخلاط، قطرة مني فيها أخلاط معينة، حيوانات منوية تعيش في بيئة خلقها الله لها، تنتقل إلى الرحم وتلقح البويضة وتستقر في الرحم ويخلق منها الإنسان. هذه الخلية قلت مرارا تنقسم الخلية إلى خليتين بعد أن تلتصق بجدار الرحم، والخليتين إلى أربع، والأربع إلى ثمان، والثمان إلى آخره، إلى أن تصبح قطعة من الدم المتخسر، علقة، ثم تصبح مضغة، قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان، وهي تتغذى من جدار الرحم بالدماء التي تأتي إليها، ثم تتكاثر الخلايا وتتكاثر. فلماذا هذه الخلية تتكاثر وتكون العينين، والأخرى تكون العين الأخرى، وهذه الخلية تكون الأظافر، وهذه الخلية تتكاثر وتكون الأرجل؟ لماذا هذه الخلية تكون العقل في الدماغ ولا تكونه في الركبة؟ إله خبير عليم يخطط لك أيها الإنسان وخلقك ولم تك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. كان قطرة زرة لها رأس وذنب تسبح في خليط أمشاج. فوربك، يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه، فوربك لنحشرنهم والشياطين، الشياطين التي تخترع لهم، شياطين الإنس والجن تخترع لهم هذه الاختراعات لإنكار البعث والحساب والمسؤولية ليستبعدوا البعث، بعد ما نموت ونصير أترابنا نرجع، شوف اللي خلقك يستطيع أن يعيدك. لنحشرنهم، الحشر الجمع، والشياطين أي مع الشياطين التي ضللتهم وأوجدت عندهم وأدخلت في أذهانهم هذه الأفكار، فتركوا عقولهم وأطاعوا الشياطين ولم يطيعوا الله تبارك وتعالى. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، جاثين لا يستطيعون القيام، يقعون على ركبهم، يتسون على ركبهم. ثم لنسوقنهم قهرا حول جهنم، ذليلين، خاسئين، جالسين على الركب لشدة ما هم فيه من الهول، فلا يطيقون القيام على أرجلهم. ثم لننزعن، لاحظ النزع، الأخذ بشدة وقوة. ثم لننزعن من كل شيعة منهم
ينتبه الشيعة، نحن من شيعة علي رضي الله عنه، ولكن نحبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر أن من شيعة علي من يطيع الله ورسوله، ومن خرج عن طاعة الله ورسوله فليس من شيعة علي، ومن عبد عليا فليس من شيعة علي، هو كافر مشرك بعلي. ثم لننزعن من كل شيعة، من كل مجموعة، أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم أشد كفرا وتمردا. هذا زعيم، زعيم الكفر والتمرد، هذا نأخذه أول كل إلى جهنم. ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، صلى النار أو صلى اللحم على النار أي شواه، من هو أولى بالشيء في دار جهنم ويدخلها أولا ليقاسي حرها ويحرق فيها، الله أعلم بذلك. وهذا تهديد عظيم من الله تبارك وتعالى، ولكن من يفقه هذا التهديد؟ من يستعمل عقله. أما من غطت شهواته وعبادته وعبوديته للدنيا على عقله وسمعه وبصره فكان صم بكم عمي فهم لا يعقلون، هذا لا يمكن أن يفهم ولا يمكن أن يهتدي، وإنما يجني على نفسه. اللهم فقهنا في الحق وثبتنا على الحق واجعلنا من أهل الحق، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.